بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن ناصر. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي الكابتن ماهر عبد المنعم، الكابتن ماهر همام، الكابتن حسام عرابي، وكابتن عبد الرحمن، وكابتن احمد ركن النادي الاهلي. كابتن على الاداء والفوز كالعاده، وهارد لك لنادي سان جورج. طاقم التحكيم النهارده، خلي بالك كابتن ايمن، تاني بنلعب من غير الفار، ودي مهمه جدا. ليه؟ لان احيانا بتبقى الامور ماشيه بتعدي، احيانا بتبقى في مشكله. الماتش اللي فات كان في عندنا ركله جزاء لم تحتسب لالي ديانج، صحيحه مليون في الميه، ايضا عشان ما كانش فيه تقنيه الفار. طاقم التحكيم من مالي النهارده عجبني جدا جدا، المحكمه اللي هي من مالي كانت المساعد الثاني، عندها اختبارات جميله جدا جدا ونجحت في كل اختبارات كابتن اسامه، بعكس الحكم المساعد اللي هو كان رقم واحد، عنده حاله تحكيميه طبعا فيها مشكله، اللي هي كانت في اول المباراه كانت للاعب النادي الاهلي كهربا. الحكم عنده مشكله واحده بس كابتن ايمن، وهي العقوبات الانضباطيه. يعني كل المخالفات بيصفر عليها كابتن اسامه، بيقدرها كويس، ولكن معاييره في البطاقه عنده مشكله جدا جدا في البطاقات، ودي من خلال الحالات اللي احنا هنعرضها. نشوف اول حاله معانا ونقيمها يا بلال. وانت النهارده يا بلال في سؤال ليك كمهاجم، عشان نوضح للناس وندي ثقافه للناس، ثقافه تحكيميه في ركله الجزاء الاولى. نشوف الحاله الاولى عندنا، وانا هسالك يا بلال في الحاله دي، مهمه قوي قوي كمهاجم. نرجع تاني، لحظه ارتكاب المخالفه بس. هنا يا بلال لو المخالفه لم ترتكب ضدك في هذه الحاله، نقف بس هنا، عندك فرصه محققه لتسجل هدف ولا ما عندكش؟ لو الكره لو انت ما تعملش معاك العرقله دي، اكيد اكيد يعني هتلف وتروح، هيبقى هنا الكره. بص وقفت هنا يا كابتن، عايز توصل للكره قريبه. اتفضل. كره قريبه، يعني كهربا لما وقف الكره وقفها قريبه منه، تمام، بالتالي عنده فرصه مؤكده انه يلف ويبقى وجها لوجه للجول للحارس. عارف انت قلت حاجه مهمه جدا يا بلال، قلت الكره ايه؟ قريبه منه، بعكس لو الكره طولت وراحت الحارس. صح بالظبط. بالظبط. فبحييك طبعا، بحييك عشان ندي بس الناس، نقول هنا ان لم ترتكب هذه المخالفه في فرصه محققه ولا ما فيش، وده تحكيم اللي احنا بنديه من قناه الاهلي، مش بنيجي لحاله وركله جزاء وخلاص لا 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 خالص. فهنا بلال، هنا انت اجبت اجابه جميله وقلت حاجه مهمه جدا، الكره قريبه منك، يعني انت هتعدي قريبه هتبقى جول. هو هنا احتسب المخالفه. شوف محمد هنا، خلينا نمشي بقى المخالفه، نشوف المخالفه كمان هنا، مخالفه واضحه وجدا جدا، الراجل ده مصمم يعني ان هو يرتكب المخالفه، احتسب ركله الجزاء هنا، ولكن هنا فرصه محققه. صحيح. في تنافس، في تنافس، انا مش بقول فيها حمراء، ولكن على الاقل كابتن عادل كان المفروض يدي البطاقه، يدي كارت. هو هنا ما اداش البطاقه الصفراء واداها للاعتراض لما اللعيبه راحت اعترضت عليها. بلال، بنفرق ما بين الفرصه المحققه في هذه الحاله، لا، فرصه محققه للاعب المهاجم. يا عادل، شوف تاني هنا، المخالفه واضحه جدا جدا. ما فيهاش احمر يعني يا كابتن ناصر؟ لا طبعا، طالما في تنافس يا كابتن ماهر. احنا قلنا احمر امتى؟ لو في شد. شد. او جذب او دفع. لازم ندي، انما هنا في نيه لعب. يعني. في نيه لعب، يعني هو عاوز يلعب ما لعبش، فراح واخد رجل اللاعب، ولكن بندي احمر في الفرصه المحققه لما يكون في ايه؟ شد، مسك، دفع. كده بلال؟ دي كانت اول حاله معانا في الحالات، ركله جزاء صحيحه ولكن كان يجب انذار اللاعب.